رأس يوم الثلاثاء 17 يونيو الجاري فخامة رئيس الجمهورية إدريس دبي إدنو بالقصر الرئاسي اجتماع حول الصحة، والذي جمع عدد من أعضاء اللجنة الوطنية لإدارة الأزمة الصحية بهدف مراعاة الأوضاع الصحية في البلاد. هذا الاجتماع الذي ترأسه وكالعادة فخامة رئيس الجمهورية إدريس دبي إتنو رئيس لجنة إدارة الأزمات سمح لكل من وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة، وزير التعليم العالي والبحث والابتكار، ووزير الطيران المدني عرض ما قدموا به من عمل في مجال تخصصاتهم، كما شرحوا ما توصلوا إليه للجنة العليا خاصة كيفية استئناف الدراسة في 25 من الشهر الجاري. كما سمح الاجتماع للمنسق الوطني للجنة الصحية عرض ما تحصلت إليه المنسقية من دعم ومساهمة شركاء تشاد الفنيين والماليين في مجال الصحة، مؤكدا في الوقت نفسه بأنهم استطاعوا توزيع المعدات اللازمة حسب الحاجة في مختلف الأقاليم بغرض التصدي ومكافحة جائحة كورونا. وعن الأقاليم التي سجلت فيها عدد من الحالات بفيروس كورونا وحماية للمواطنين في تلك الأقاليم فقط، أمر فخامة رئيس الجمهورية إدريس دبي إدنو لجنة الأمن والدفاع القيام بواجبها في هذه الأقاليم كي لا يدخل فيها أشخاص مصابين بهذا الداء. وركز هذا الاجتماع على دراسة كيفية فتح دور العبادة والتي حدد لها في 25 من الشهر الجاري، حيث على المسلمين أداء صلاة الجمعة والمسيحيين طقوس يوم الأحد حسب وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة ورئيس لجنة التوعية. وعن فتح المطار فقد أمر رئيس الجمهورية وزير الطيران المدني وفني الطيران دراسة الأوضاع وخاصة النظر إلى الأحوال الصحية والتفكير فيها بجد قبل فتح المطار. وعن الأحوال المتعلقة بفيروس كورونا أكد الوزير بأن الأحوال مستقرة وتحت السيطرة التامة بفضل جهود فخامة رئيس الجمهورية إدريس دبي إتنو وعمال الصحة. وفيما يتعلق بالسفر الداخلي المتعلق بحركة السيارات فقد أمر فخامة رئيس الجمهورية بأن يجب تخفيض الضرائب على أصحاب البصات إلى أن يحين الوقت باستئناف السفر، علما بأن هذا الاجتماع يعتبر فاتحة خير على التشادين جميعا، حيث أنه درس وناقش أهم المواضيع التي تدور في عقول الجميع، كما أنه بشرى للجميع خاصة من ينادي بدور العبادة.